مشرفنا ومنورنا. صباح الفل عليك، اهلا بيك. بتشرف بيكوا طبعا، ودايما بسعد بالتواجد في نادي الاهلي، وبتشرف بالتواجد مع حضراتكم طبعا. لا يسعدنا جدا يكون معانا بطل حقيقي، ونتكلم كمان لان هو بطل مسيرته مش انتهت بس في الملعب، لا هي كملت طبعا، وفي خلينا نقول في مركز اداري او منصب اداري مهم جدا يعني، او قيادي كمان طبعا في اللعبه دي. انا عايزه ابدا بالطفره اللي حصلت بصراحه، لان انا كنت بتكلم معاك قبل الهوا عن الخماسي الحديث، دلوقتي اصبح من الالعاب، ان كان كريم ذكرنا ده كتير جدا في فقرات صحيح مختلفه وفي اخبار، من الرياضات اللي في مصر عامله طفره كبيره جدا، وابتدت دلوقتي تحطها تحت مثلا بند الرياضات اللي زي السكواش والرمايه والالعاب القوى اللي مصر فيها متميزه جدا. الطفره دي حصلت ازاي وايه الاسباب، وان شاء الله كمان هنبني على اللي جاي ازاي؟ الحقيقه يعني، ويمكن احنا كنا بندردش شويه قبل الهوا، ان الطفرات دايما بتحصل لما بيجي مجموعه من الناس يعني تقرر ان هي تدخل في الاداره، مجموعه اوريدي مارسوا اللعبه وجايين من باك جراوندز يعني محترمه، سواء كان تعليم او رياضه او كده. الحقيقه الطفره بدات مع تولي المهندس شريف العريان رئاسه الاتحاد في 2000 وبعد اولمبياد 2012. قبلها طبعا كان في ناس محترمه كتير واشتغلوا على اللعبه بشكل كويس جدا، انما التغير الجذري حصل من الفتره دي، والراجل الحقيقه اشتغل على اللعبه كبرودكت او كمنتج اكتر من ما هي مجرد رياضه بتقتصر على بطولات وهات اللعيبه ويطلع ولد بالصدفه موهوب فطب يلا ندعمه بقى احنا اكتشفنا انه موهوب، انما الحقيقه الموضوع اتعمل بطريقه مختلفه خالص. اولا اتعمل نشاط محلي قوي جدا، اتعمل زي ريورد سيستم او يعني اتحط زي جزره كده للانديه واللاعبين، ان اللي هيتميز وهيكسب في المحلي هيبقى عنده فرصه ان هو يسافر في البطولات الدوليه. والجميل في الخماسي الحديث ان هو في فرايتي من البطولات، بدايه من بطولات الثنائي والثلاثي والجري والرمايه، يعني في اشكال كتير قوي للبطولات من السن الصغير. هتتغير مع دوره الالعاب الاولمبيه في يعني باريس 2024 ولا الدوره اللي بعدها في 28؟ الشكل على كلام عن الغاء رياضه السلاح تحديدا. بالظبط، ده موضوع طبعا مهم جدا وكويس ان حضرتك فتحته. الخماسي الحديث لحد باريس 2024 هيتلعب بالشكل اللي حضرتك قلته في المقدمه، وسباحه وجري ورمايه وسلاح شيش وفروسيه. بعد اولمبياد باريس الفروسيه بتهيألي هتتشال لعبه الفروسيه تماما من جميع المنافسات، والخماسي هيتلعب بلعبه سباق الموانع، او يمكن هو برنامج مشهور قوي ممكن الناس تبقى عارفاه، حاجه اسمها نينجا وورير. أيوة. برنامج مشهور في امريكا اسمه امريكان نينجا وورير، اللي هو برنامج مسابقات عامل زي التيلي ماتش شويه، بس هو اكتر يعني واخد شكل الشو، ان انت بتعدي حواجز، حاجات بتطلع من فوقها وتنزل من تحت حاجه وتتشعلق. هو ايه حاجة اللي استدعى التغيير ده؟ اللي استدعى التغيير ان الخماسي واجه مشاكل كتير جدا الفترات اللي فاتت ليها علاقه بصعوبه انتشار اللعبه، لان طبعا انت عارف الخمس العاب فيهم العاب مكلفه واكثرهم الفروسيه. بالظبط، يعني انت لو عايز في افريقيا مثلا تنشر لعبه الفروسيه حاجه صعبه جدا، دي لعبه الملوك والامراء وكده، فطبعا الكوست اللي يعني بيتصرف في التدريب او في استضافه حتى المنافسات، لان انتوا عارفين برضو ان الفروسيه عندنا انت بتلعبش بالحصان بتاعك، انما الدوله المنظمه هي اللي بتبروفايد او بتقدم الخيل يعني، فدي كلها تكاليف كبيره جدا. فالحقيقه من سنتين بالظبط في اجتماع اللجنه الاولمبيه الدوليه تقدمت لينا نصيحه صريحه ان الخماسي محتاج يعمل تغيير جذري في اللعبه، يقلل التكاليف، يخلي اللعبه فيها عنصر الفيرنس او يعني العدل شويه، لان حته القرعه في الفروسيه دي كتير جدا بتكون غير عادله، تكون حاجه جاذبه للشباب تمام، تكون حاجه فيها جندر ايكواليتي او مساواه ما بين الرجل والمراه. فاحنا الحقيقه الفتره دي كلها عملنا يعني ورش عمل كتير وووركينج جروبس. لو نزلت لازم تستمر، هتكون منتخب مصر للفروسيه وانت مستريح. طبعا طبعا، هي يعني الحمد لله طبعا مشينا في هذه السكه، كان ليا الشرف ان انا اكون يعني ممثل افريقيا وممثل لعيبه العالم كلها في اللجنه اللي بتختار اللعبه الخمسه دي. هايل. ووصلنا في الاخر ان لعبه سباق الموانع هي هتكون احسن لعبه. الحمد لله من حوالي 10 ايام وحضراتكم طبعا عارفين كانت اجتماعات اللجنه الاولمبيه الدوليه، وتم اقرار الخماسي الحديث في اولمبياد 2028، وحتى رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه توماس باخ قالها بكل صراحه ان لولا تغيير الفروسيه برياضه سباق الموانع او الاوبستكل ريسنج ما كانش الخماسي كمل في 2028. هايل، دي نقطة برضو كويسة. برضو احنا كمصر، طب ده تأثيره علينا ايه؟ الحقيقة دي حاجة رائعة، لأن احنا زي ما انتوا ذكرتوا كده الخماسي
انا يعني ممكن اكون متعصب شويه بقى للعبتي، انما هو فعلا اتحاد الاقوى في مصر لو بنتكلم على الالعاب الفرديه. احنا حققنا تقريبا ميداليات في جميع البطولات، بدايه بطولات العالم الناشئين والشباب ثم الكبار، وبرده ختمنا السايكل بتاعه 2020 او 2020 بلس 1 طبعا عشان الكورونا والكلام ده كله بميداليه اولمبيه. بطلنا احمد الجندي السنه اللي فاتت، مصر واخده احسن اتحاد في العالم واقوى منتخب في العالم، متفوقين على انجلترا وروسيا والمانيا وفرنسا كل الدول العظمى، الصين. السنه دي يعني كان التحدي ان احنا طب احنا ازاي هنحافظ على ده. الحقيقه الحمد لله حققنا عدد ميداليات اكبر، وكله طبعا بالارقام في بطولات العالم، مش في بطوله دوليه عاديه او بطوله. يعني في طبعا العاب كتير بيروح يلعب بطوله دوليه وبيختلط الامر على الناس ان دي بطوله العالم او دي اكبر محفل. انا اللي انا بتكلم عليه اللي هي اكبر محفل في اللعبه بعد الاولمبياد اللي هي بطولات العالم كلها. طب انا عايز ارجع معاك انا وكريم شويه بقى يا كابتن ياسر لتجربتك في الاولمبياد، يعني كانت ازاي تحضيرك وقتها؟ كنت شايف ان انت في جاب كبير بيننا وبين العالم في المنافسه، يعني ايه اكتر بطل كنت خايف منه؟ عايزين نفهم يعني احضرنا هناك كاننا كنا هناك معاك. طبعا يعني على ذكر الاولمبياد انا دايما بسميها جنه الرياضيين، يعني ومنتهى احلامهم طبعا. يعني هي حتى كمان مش فكره بس المشاركه في البطوله، انت مجرد بس ما يعني ما بت بت بتنزل من الطياره وتدخل المطار والدخول بالاي دي مش بالفيزا، لان انت حد مميز جدا واولمبي وغير كل الناس. مرورا بقى باللي عايز اقول لك، يعني من الحاجات مثلا اللي دايما الاولمبيين هيتكلموا عليها هيقول لك المطعم في القريه الاولمبيه. هو 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 استاد، يعني انت كانك دخلت استاد القاهره كده، كل ما تشتهي بقى. وطبعا رياضيين انتوا عارفين، وانتوا طبعا كنتوا رياضيين كبار عارفين ان الاكل ده بالنسبه لنا يعني حاجه مهمه جدا. فطبعا هو كل حاجه في 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 في, في فكره الاولمبياد منتهى الروعه. بالنسبه لي انا الحقيقه تجربتي كانت فيها تحديات كبيره شويه، لان انا كنت داخل باصابه جامده جدا، وما فالنتيجه كنتيجه ما كانتش الاحسن، كانت احسن للمصريين وكل حاجه واحسن في افريقيا و انما طبعا اللي كنت محققه في بطولات العالم وكاسات العالم كان احسن من كده. يعني هاويفر التجربه زي ما بقول لك، مجرد بس ان انت تعيش الحلم الاولمبي، يعني تاريخ او يعني بيكتب للبطل ده بالظبط. وطبعا بقى ما باجي اقارن ما بيني وما بين الابطال اللي شغالين دلوقتي، يعني طول الوقت المفروض انا شغال معاهم، بس بقعد احقد عليهم بقى، يعني بقعد اقول لهم يا ريتني كنت ده انا، وانا ما وانا على ايامي كان الوضع ايه، كنت مش عارف باخد ايه وبعمل ايه، واقعد بقى اقول بقى وممكن اعد كتير. طبعا حاليا الموضوع مختلف تماما، يعني كل حاجه الحقيقه الولاد شغالين بشكل علمي رائع في جميع النواحي، يعني سواء جوه الملعب او بره الملعب. فيعني يا ريت نجيب آلة الزمن كده ونرجع تاني بس انت خدت اسامه جمهوريه يعني كتير برضه، يعني صح؟ يعني مش حاجه قليله برضه يعني. الحمد لله طبعا انا كنت واحد من المحظوظين ان انا يعني اتلقى وسام الجمهوريه 3 مرات. الأول مرة كان في وقت الرئيس الراحل يعني محمد حسني مبارك 2008، وكنت أنا واحد من قلائل اللي حصلوا على ميدالية بطولة عالم في الشباب في الخماسي الحديث، ويمكن ده كان أول ميدالية ذهب تيجي في تاريخ مصر. وبعديها بسنين كتير جدا بقى، وبعد مرور بإصابات ومشاكل وحاجات كتير جدا، حصلت على الوسام الثاني في عهد رئيسنا الحالي الرئيس السيسي في 2016، وده كان عشان الفوز ببطوله العالم للكبار. ده انت قابلت كل زعماء مصر في تاريخها المعاصر، حاجه جميله ومشرفه جدا. طب في ضوء تجربتك انت الشخصيه كبطل عالمي في الرياضه دي، ودايما احنا بنتكلم على ان الرياضه دي الحقيقه بشكل لافت للانظار ابتدت تنتشر بشكل كبير في الفتره الاخيره، برضو نعرف الناس اللي مش عارفين قوي عن الرياضه دي، او الناس الاسر اللي عندها اولاد صغيرين بيفكروا ان هم يخلوهم يبتدوا يمارسوا رياضه، تقول لهم ايه عشان تجذبهم لممارسه الرياضه دي تحديدا؟ طيب هو بالنسبه لرياضه الخماسي بالتحديد، في حته اساسيه جدا يعني بنصح الناس بيها، ان الرياضه فيها تنوع تمام. ومن اكتر الحاجات اللي بتخلي ولاد كتير تبطل في السن الصغير او ناس ما تكملش حته الملل. يعني مثلا لك ان تتخيل السباح ده تمام، اللي بيفضل وشه في الميه بالساعتين والثلاثة الصبح وزيهم بالليل، يقعد يكلم، يعني احنا بنقول بنعد البلاط في السباحه. فطبعا مش اي واحد، يعني من كل 100 ممكن واحد يبقى عنده القدره الغير عاديه دي على ان هو يعني ايزوليت انما انت عندك في الخماسي التنوع، فده اولا بيقتل حته الزهق.
الحته الثانيه والمهمه كمان ان الخماسي مش عايزين ننسى ان ما اتعمل عشان دي يتعمل رياضه، لعبه الرياضي الكامل يعني. بيير دو كوبرتا مخترع الاولمبيات الحديثه لما جه يفكر طب ازاي انا اقدر اعمل رياضه بتجمع جميع العناصر اللياقه البدنيه والذهنيه وكل حاجه في الرياضه، فتوصل الى لعبه الخماسي. انت النهارده الرمايه مثلا لعبه بتكسب الولد حته ان هو يقدر يايزوليت او ينعزل ويركز، حاجه معتمده على المينتال فوكس تمام. بنيجي للسباحه والجري، احنا بنتكلم على لعبتين معتمدين تماما على التحمل، والسباحه طبعا هي حاجه اساسيه لازم كل الناس تتعلمها. ندخل على لعبه السلاح، هي لعبه فيها تاكتكس يعني زي ما بنقول هي شطرنج متحرك يعني. لعبه ذهنيه بس فيها التاكتيك، فيها الباور، فيها الكلام ده كله، واخيرا الفروسيه طبعا وتعامل مع حيوان. فانت هتشتغل على ابنك في جميع العناصر اللي هو محتاجها، فدي طبعا حاجه برضو هتنميه جدا، وطبعا لعبه ناجحه يعني. انت برضو انتوا اتكلمتوا عن السكواش، اتكلمتوا عن انت لما تيجي النهارده مثلا تستثمر، انا بعتبر ان احسن استثمار فعلا ممكن الاهل يعملوه في اولادهم ان هو يلعبوا رياضه عشان الفوائد طبعا، حتى عشان يبعد الصحيه والنفسيه. انما طبعا برضو طب ما دام كده كده هيلعب ما تنفست في حاجه ممكن يبقى فيها بطل اولمبي. فانت لعبه الخماسي لعبه ناجحه جدا، فيها رول مودلز كتير، فيها اتحاد مستقر، فيها رئيس اتحاد ناجح، فيها مجموعه عمل محترمه بتشتغل بشكل بروفيشنال، فانت ده انفستمنت كويس. حاجه برضو اخيره حلوه الصوره دي على فكره جدا، جمع كل الالعاب اللي في الخماسي الحديث. بالظبط الصوره دي كانت قبل اولمبياد لندن، وكانوا جابوا يعني اميز لاعب في كل قاره. دي برضو الخمس لعيبه دول كانوا اوريدي اتاهلوا مبكرا جدا على اولمبياد لندن، فالحقيقه كانت من احلى الصور، كانت في جزيره سردينيا في ايطاليا. بس الجميل بقى في الصوره دي ان انا متصور في اكتر يعني في اوحش لعبه انا فيها اللي هي السباحه. بس هو بس هم اختاروك بقى يمكن عشان اللون اسمراني بقى وبتاع، فيلا انما طبعا يعني الاعتراف حلو، اصل في شفافيه. اصل انا لو ما اعترفتش انا في اصحابي بيتفرجوا عليا يقولوا لي يعني بلاش نتكلم عن الشغل النهارده بعيدا عن اي حاجه. لا الصوره جميله فعلا، الصوره جميله فعلا. هي لعبه رائعه. برضه بعض الناس بتظن ان الخماسي يقول لك ايه ده، لا ده انا الواد مش هيعرف يذاكر، الوقت صعبه مش عارف ايه. واقعيا انت بتوزع مجهودك يعني، اي لاعب بيلعب رياضه وعايز يبقى بطل فيها حتى لو محلي بيتمرن مثلا فتره الصبح وفتره بالليل. انت بدل مثلا ما بتعوم ساعتين وساعتين بالليل او بتجري او ايا كانت اللعبه، انت بتعمل من كل لعبه حبه اصغر شويه وبتقسمها على الايام. فبرضو الناس اللي قلقانه من موضوع الوقت ده، لا ما تقلقش خالص، الوقت اللي هتعمله في الخماسي هو اللي هتعمله في اي لعبه تانية. والحاجات التانية انا عمال ابيع بقى للعبه بتاعتنا هو انا حاسه شغاله. لا والله انا ابتديت اقتنع، ممكن اسيب نمرتي هنا بقى وانا ماشي. لا بس برافو عليك. يعني في التالنت دي. طب ايه السن يعني اكبر سن ممكن، لو نكمل بقى ماركتنج للعبه يعني، ايه اكبر سن ممكن حد من الاهالي يفكر انه يخلي ولاده يشتركوا فيها؟ برضو ده سؤال رائع. البدايات دايما ما بتبقاش بالخمس العاب خلاص، احنا دايما بنبدا بالالعاب اللي هي ما ينفعش تكتسبها على كبر. فطبعا انتوا على طول اول حاجه تيجي في بالكم لعبتي المفضله السباحه طبعا اللي انا كنت لسه بتكلم عليها. لازم البدايه تبقى بسباحه خلاص، وشويه تدريبات بنسميها الفيزيكال اديوكيشن، مش ان انت مش هقول جري، ده مفهوم خاطئ، ان انت تجيب ولد صغير عنده 6 سنين ولا 5 سنين تقعد تقول له لف التراك. لف طبعا. هيكره الرياضه والمدرب يعني هيستخبى زي ما كنا بنعمل كده. فطبعا هي البدايه الاساس في السباحه. الجديد بقى ان انت ممكن كمان تبدا بشويه اساسيات للعبه الجمباز، لان الجمباز قريبه جدا من لعبه السباق الموانع او الاوبستكل ريسنج، فيها شعلقه، فيها هانجنج. فلو بدات سباحه وجمباز انت بتاسس لعيب خماسي، بس كمان بتاسس لاعب ممكن يلعب اي لعبه ثانيه. صحيح مظبوط. اي لعبه دايما لما تيجي تسال حد جاي عنده باك جراوند كويسه للرياضه، دكتور او خبير او حتى مدرب عنده خبره، هيقول لك ابدا بالسباحه والجمباز. صحيح. فدي الاسس اللي انت عشان تبقى بطل خماسي لازم تبدا بيها. كويس. العنصر الجميل برضو جدا عندنا الجاذب جدا للولاد عنصر الرمايه. احنا الرمايه دلوقتي اتحولت لرمايه ليزر، فبيقدر الولاد يلعبوها من سن 6 و7 سنين غير زمان يعني وبشكل امن. بالظبط. تنورتنا
سعدنا جدا بوجودك معانا، ويا رب المزيد من النجاحات الفتره اللي جايه ان شاء الله. متشكر جدا لحضراتكم تاني، يعني بجد بشكركم على استضافه احد ممثلي الالعاب الفرديه في قناه الاهلي طبعا، ونتمنى يعني تعملوا الكلام ده مع جميع الالعاب الفرديه. ده بيحصل واملنا كبير ان شاء الله في الاولمبياد القادمه، يعني لما تشارك الخماسي الحديث ويبقى فيه كمان زي ما اتقال كده ضمان لميداليه على الاقل باذن الله. يعني نورتنا كابتن ياسر، بنشكر حضراتكم كمان على متابعتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.